شيخ صالح، الناس بين تفريط وإفراط في موضوع العدة، فبعض الناس يشدد على المعتدة تشديدا ملفتا للنظر، والبعض الآخر يفرط تفريطا ملفتا للنظر أيضا. لعل لكم كلمة يحفظكم الله. هذا سببه أحد أمرين، إما الجهل بالحكم الشرعي، والجهل يزول بتعلم وبسؤال أهل العلم، وإما أن يكون سببه عدم المبالاة وعدم التزام الأحكام الشرعية، وهذا لا يجوز للمسلم. العدة قد بينها الله في كتابه في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. وبقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وبما بينته السنة من وجوب الإحداد على المتوفى عنها مدة العدة، والإحداد هو اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر فيها من الطيب والتحسين وغير ذلك، فتجتنب الزينة بقسمها: الزينة زينة الحلي، والزينة على البدن من أصباغ وتحسينات بدنية وخضاب وغير ذلك، وتتجنب الطيب بأنواعه، فلا تتطيب ولا تستعمل شيئا فيه طيب من الأدهان وغيرها، ولا تلبس ثياب الزينة، وإنما تلبس الثياب التي ليس فيها زينة، ولا تخرج من البيت الذي مات زوجها وهي فيه إلا لحاجة، تخرج لحاجتها نهارا لا ليلا، فإن لم يكن لها حاجة فإنها تبقى في البيت الليل والنهار. أما ما يلتزمه بعض العوام من أشياء لا أصل لها في الشرع، في أنها لا تصعد إلى السطح، لا تخرج إلى حائش المنزل، لا تكلم بالتلفون، لا تجلس مع الناس، لا تنظر إلى القمر، لا إلى آخره، فهذه لا أصل لها في الشرع، وهي آثار ما أنزل الله بها.